السلام عليكم، كل شيء مزيان، كل شيء بخير، كل شيء مرتاح ليا. مهم ان شاء الله، مهم النهار ديال الاربعاء، وي النهار ديال الاربعاء. مهم عندي الاعلان، المهم راني حاطه قدامي. اوكي باش نوري لكم. مهم ها هو الاعلان، ما هو الاعلان. غادي سميتو غادي نمليه عليكم. يعني عندنا النهار ديال الاربعاء، اوكي اربعاء، اي في 4 نوفمبر 2017 ان شاء الله غادي ندير واحد العرض ديال التنوع المغناطيسي. المهم هادشي كامل باش نبين لكم باختصار، غتكون واحد الامسيه غادي نديروها، غتكون في فن الالقاء وقوه الاقناع، فن الالقاء وقوه الاقناع. وغنديروا واحد العرض ديال التنوع المغناطيسي كذلك. هادشي غيكون في اكاديميه الاخوه القاده في برشيد من جهه كازا. اوكي من كازا كما قالوا، من اللي احنا عندنا في اسم كازا من اللي. المهم غيكون عندنا واحد العرض تما ديال التنويم المغناطيسي، تكون واحد الأمسية. المهم نهار 4 نوفمبر، نهار 4 نوفمبر في 2017، أي مازال شي 4 أيام، كنقول مازال 4 أيام. المهم مع الخمسة ديال العشية إن شاء الله، الخمسة ديال العشية كلشي يكون تما. البري غادي يكون 300 درهم. أكاديمية الأخوين للقادة غادي هي أصلا كاينة في جهة سميتو جهة المحطة ديال الطاكسيات في برشيد، قرب المحطة ديال الطاكسيات. مهم كاين سميتو المحاور ديال الامسيه، ممكن شي استفسار سيفتو لي ميساج، راكم عارف اللي كاين دائما. والناس الخاص اللي ما عارفينيش، احمد هنديه خبير في مجال العلم الباراسيكولوجي، مدرب معتمد في التنميه البشريه والطاقه البشريه والتنويم بالايحاء، ودائما دائما عروض جديده، دائما دائما الجديد، دائما كنخدموا لكم على الجديد. المهم نخليونا في محاور الامسيه. كاين سيدي كاين استعمال لغة الجسد والتحكم، في الصوت، بحيث فوتو ما عطيش البيسي مزيان، ما كيبانليش مزيان، خصني ندير نظاظر. والطرق اللازمة للإعداد والتقييم، الاتصال والتواصل، إدارة. مهم أنا الكتاب ما كتبليش مزيان. مهم ادخلوا على الفيسبوك ديالي، راك تشوفوا الإعلان هذا ديال أكاديمية الأخوين القادة، واللي بغى يشوفه أنا غادي نصيفطو له. أهداف الأمسية، كاين معرفة وتحديد من تخاطب بطرق سهلة، التعبير عن رؤيتك أمام. المهم شوف 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 خوتي، الإعلان تنصيفطو لكم أنا، راسي ما كيباليش أنا مزيان. المهم الموضوع ديالو في الإلقاء وقوة الإقناع وعرض ديال التنويم المغناطيسي، الدخلة كاينة 300 درهم. اللي دار الأمسية ديال فن الإلقاء وقوة الإقناع كاين رشيد بلغيتي، مدرب مستشار تربوي وأسري محلل نفسي. وكذلك كاين أحمد هندية، غيكون عرض احترافي ديال التنويم المغناطيسي، وغتكون جلسة ديال الاسترخاء باش كلشي يستافد معانا. وكاين وقفة شاي، وكاين شهادة حضور، وكاين عرض مباشر في التنويم المغناطيسي. للاستفسار إخوان ديالي، اللي بغى كيقولوا اتصل بسميتو بالاكاديميه الاخوين القاده. كاين النيجو ديال لي نيميرو 05 22 33 77 97، وكاين 06 61 04 73 64. واللي بغى النيميرو ديالي 06 49 66 19 63. يلا الاخوان ديالي، اي استفسار اي حاجه صنعوا عليا، ولا دوزوا الواتساب ديالي. يلا السلام عليكم، نهار ديال الاربعاء ان شاء الله نتشوفوا.